السلام عليكم تاني، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ تمام. معاكم باشمهندس حمد الله اللي هيبدا معاكم الكورس ان شاء الله. تمام. احنا بنبدا الساعه 10 بالظبط ان شاء الله، بس هو اول يوم اكسبشن كده، كل الناس مش عارفه اللوكيشن، مش عارفه المكان، على بال ما الاداره تتصل بيهم وتواصل بيهم. على فكره في ناس لسه ما وصلتش، بس احنا ايه قررنا احنا نبدا يعني على طول ان شاء الله. تمام. فهنستارت من الاول كده خالص. تمام. انا في اول ليكتشر كده، اول سيشن، بقول الحاجات اللي احنا هناخدها فين واللي هنمشي على مدار الكورس. ولكن انا شايف في ناس هنا كانت حاضره معايا الايفنت، فعارفه ايه اللي هيحصل في الكورس. فسريعا سريعا كده يعني كده كده اعرف ايه اللي هناخده في الكورس. وفي بي دي اف اصلا شرح مفصل لكل سيشن بيتشرح فيها ايه. تمام. بلس ان في ابلكيشن بتتابع معاه النهارده هناخد ايه والمحاضره اللي بعدها هناخد ايه. تمام. فعلشان ما اضيعش وقت كتير في المحاضره دي، تمام، فانا سريعا كده المطلوب منك انت تعرف ان احنا عندنا جزئين. تمام. بغض النظر عن المنحه، هي مزوده لك ورك شوب، مزوده لك حاجه تانية، لكن ان انت في الاصل في الاول وفي الاخر انت عايز تعرف ان احنا عندنا جزء فرونت اند وجزء باك اند. تمام. طيب انت بقى جاي الهدف الفرونت اند، ماشي، انت معانا. جاي الهدف الباك اند برضه انت معانا، لان الراجل بتاع الباك اند لازم يكون عنده خلفيه عن الفرونت اند. تمام. فاحنا في جزء الفرونت اند هنبدا باول بوينت او اول نقطه عندنا هي اتش تي ام ال. تمام. طيب بعد كده هتتبعها الباقي التوبكس يعني. تمام. بعد كده هتتطرق لجزء الباك اند بعد جزء الفرونت اند، وانت ممكن يبقى عندك القابليه وعندك وقت افيلابل، ممكن في بعد نهايه الفرونت اند تاخد اثنين كورس مع بعض. اثنين كورس يعني مثلا هناخد الورك شوب بتاع الفرونت ومعاها الجزء بتاع الباك اند، بحيث ان انت ممكن تبقى عندك وقت مثلا ان انت تعمل كده. فاهم؟ يعني حته ان انت عايز تعمل اثنين مع بعض دي مش هينفع غير بعد الجزء ايه؟ الاول. يعني انت ممكن بعد جزء الفرونت اند اللي هناخده مع بعض، انت عايز تشتغل مع الجزء الورك شوب، ان انت تعمل ورك شوب مع بتاع الفرونت اند. انت حد كلكم عارفين التوبكس اللي هتتاخد، اللي هو ورك شوب، فرونت اند، باك اند، انجلر، صح؟ كله عارف كده يعني، صح؟ فانت الجزء الاولاني ده هو اللي بترتب عليه كل الوقت، ان هو اللي باجي. يعني انت الجزء الاولاني ده اللي هيتاخد الاول. الثلاثه ممكن يستارت بقى بعد الجزء ده، ممكن يستارت بعد الفرونت انجلر عادي، ممكن تستارت بعد الفرونت الباك اند، ممكن تستارت بعد الفرونت الورك شوب. فانت عندك ده في المين ستاك، ده مش مين ستاك، ده فول ستاك. فول ستاك انت جاي هنا غلط. طب اطلع استفسر منهم وتعالى. تمام. استفسر منهم. طيب هو جزء المين ستاك فعلا بيكون، انتوا كلكم جايين على المين ستاك ولا ايه؟ فول ستاك. طيب هو اسمه بس ايه، مين ستاك وفول ستاك، هو نفس المحتوى لكن ما بياخدش بي اتش بي ولا الكلام ده كله، ولا بيخش على طول على النود جي اس. تمام. طيب ماشي خلاص. يبقى انت جاي حاجز مين ستاك بس دخلت هنا فرونت. ماشي الفرونت ماشي. انا بقول لك انا لسه هكلمه وانت بره، هقول لهم الفرونت المين ستاك بيخش معانا الفرونت اند، وبعد كده بيخش على، بدل ما يخش على البي اتش بي بيخش على النود جي اس. تمام. ماشي. طب يعني انت بعد الجزء الاولاني ده عندك قابليه كمان ان انت اصلا تكبر دماغك من الاربعه في واحد وتخش على الراجل مع الطيب ده، تاخده بعض وتروح على المين ستاك بقى ايه، تعمل نود جي اس وتخش على، لو ليك مثلا عايز تعمل حاجه بموبايل ابلكيشن، اي او اس ابلكيشن. انصح ان الناس، مش عايز اقول في الكلام ده في الريكورد بس ايه، طيب انا ما بحبش احط الحاجات دي في الريكورد، ايه الناس بتاخدها بمحو ايه، باشمهندس قال دي احسن ودي احسن، لا بقول ايه اللي ماشي دلوقتي مش اكتر يعني. لكن كل اللي انت اتعلمته النهارده بي اتش بي، عايز تجوين سي شارب، تجوين من لغات البرمجه، لو حد عنده اي خلفيه هو واحد زي اللي اتعلم حاجه عايز يروح يجون تاني او شيفت كارير لحاجه تانيه، فيها 90% او 70% من الحاجه ممكن يلاقي الموضوع سهل بالنسبه له. فقبل ما استارت كده هتعرف بالناس كده، واحد كده بسيط على السريع، مش عايز اكتر تفاصيل ولا اي حاجه، انا عايز بس اسمك، علاقتك بالكمبيوتر، علاقتك بالكمبيوتر، مش عايز بقى اتعلمت برمجه ولا لا، لو عندك خلفيه عن لغه ماشي، ما عندكش اتس اوكي، ما فيش مشكله. والله ليا في الفوتوشوب،
اعرف شويه فوتوشوب، اعرف شويه حاجات بسيطه كده، ما اعرفش حاجه خالص، ما فيش مشكله عادي. احنا كده كده بنستارت الكورس من بوينت 1 لحد نهايه البوينتس اللي عندنا. يعني كده كده سواء حد فيكم عارف مثلا خمس ست نقاط، والكورس مثلا سي مثلا في 30 نقطه، احنا طبعا طبعا مش معنى ان في سبعه عارفين اول خمسه بوينت فروح نبدا من رقم سته، لا، لو في خمسه موجودين فعليا عارفين لحد رقم خمسه احنا نبدا من واحد واثنين وثلاثه واربعه لحد ما نوصل لايه؟ للبوينت. مثلا لو قلنا الكورس فيه 20 بوينت فنوصل لحد 20. في ممكن واحد فيكم عارف مثلا البوينت رقم 12 بس ما يعرفش اللي قبل ولا يعرف اللي بعد، فمش مش من الصح ان احنا نبدا برقم 13 علشان هو عارف بوينت رقم 12. فالملحوظه دي لازم كل الناس تبقى عارفاها، لان في ناس تبقى مثلا مذاكره سيلف ستادي مع نفسها جزء ال HTML، واحنا بنشرح ال HTML يقول لك باشمهندس ده مش مهم، تعال نخش على CSS. في واحد اصلا مش جاي عشان الفرونت اند، هو جاي عشان خاطر الباك اند، فيقول لك باشمهندس ما نبدا من الباك اند بقى عشان نلخص الموضوع. هو بيلخص الموضوع عليك انت، ولكن الموضوع بيكون صعب على مين؟ على الناس التانية. وخلي بالك انا يمكن قلت دايما بقول للناس ان احنا لو بدانا فعلا واحنا افترضنا المهندس والبشمهندس والبشمهندس الثلاثه دول عارفين 5 بوينت من مثلا وليكن 20 بوينت عندنا، هل احنا قلنا خلاص هنبدا من اول خمسه هنبدا رقم سته، هل تفتكر ان الثلاثه دول هم اللي استفادوا؟ اكتر ناس اتضرت هم. ليه؟ ان احنا بدانا من النقطه اللي هم عارفينها اللي هم رقم خمسه او رقم سته، احنا عشان نفهم الناس النقطة رقم ستة هيطلع علينا، مش هنفهم، مش هنعرف نطلع أصلا من رقم ستة، هنفضل وما زلنا هنبقى نشرح للناس رقم ستة، هو مش داخل دماغهم إن رقم ستة دي متطلب عليها واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. المحاضرة تخلص وإحنا في رقم ستة أصلا، نخش المحاضرة اللي بعدها وإحنا لسه برضه في رقم ستة، هل دول استفادوا؟ ده الوقت عدى وهم إحنا لسه برضه في النقطة رقم ستة اللي هم كانوا عايزينها. لكن لو إحنا بدأنا مثلا رقم خمسة هم صبروا علينا محاضرة، تلاقي واحد بتعدي واثنين بتعدي وثلاثه واربعه وخمسه وصلنا لهم بقى، وهتلاقي الكورس ماشي مظبوط. فهمت قصدي؟ رجاء بس ايه النقطه دي تتحط في دماغ الناس اللي عندها باك جراوند، انا بركز اهو الناس اللي عندها خلفيه. تمام؟ طيب هنستارت كده يا باشمهندس. اسمك مثلا خريج ايه؟ ليك علاقه بالكمبيوتر ولا لا؟ بس تمام حلو تمام. انت جاي هنا ليه يا محمد؟ ليه برضه؟ ما احنا كل الناس دي جايه تدرس فرونت اند واكيد، انت ليه هنا؟ ليه ايه الهدف اللي خليك جاي؟ والله هدف دي هدف شغل، ولا عندك مشروع تخرج، ولا والله من ده على ده، ولا جاي اجرب نفسي، ولا يعني كده اكيد في هدف يعني. طب الهدف الاكبر ايه؟ مشروع تخرج. طيب كويس ماشي ماشي يا محمد. لا انت هتصبر علينا كتير بقى. الكام نقطه اللي انا قلتهم في الاول شفتوا انا كنت بقول ليه ما حدش يمل حد كده، فاهم قصدي؟ عشان ما يملش، عشان ما يستعجلش بس، فاهم؟ طيب ماشي محمد. محمد برضه ماشي باشمهندس شغال فرونت اند. لا انت مستني انت بس. بص مش عشان حاجه والله، بص لو انت صبرت هتلاقي في هتلاقي في حاجات جديده بدات تظهر، حاجات كذا. النهارده في حاجات ديبليكيتد كتير مش مستخدمه، في حاجات جديده، في حاجات كذا. فان شاء الله نبدا نستفيد مع بعض يعني. تمام؟ فرجاء بس ما يحسش بملل يعني، بس ايه خد المعلومه بحب. ماشي حلس. طب إيه انت جاي برضو ليه برضو؟ تمام حلو، عشان كده عشان كده اخترت المين ستاك. المين ستاك ده بياخد طب لا حلو جدا لذيذ. انت بتقول ان في الناس كده من اول محاضره كده. طيب هو عايز يحسن الجافا سكريبت بتاعته، فهو بيدور على الجزء الخاص بالجافا سكريبت، فلقى ان الفرونت اند بتاع الجافا سكريبت معانا جزء جافا سكريبت.
الباك اند بتاع النود جي اس هو جافا سكريبت برضه، فهو قال لك خلاص انا هاخد الجزء ده عشان اقوي نفسي. فرونت اند وباك اند، انت ما تاخد الجزء الفرونت معانا والباك، ما انت تاخدهم ليه معانا؟ يعني عشان ممكن تشتغل بالاثنين او تشتغل بحاجه واحده بس. عمال دلوقتي الترند اللي طالع اصلا تبقى عارف ده وده، حتى بتاع الفرونت اند هو مطالب يعرف الحته الثانيه اللي بيشتغل بها دي. يعني لان احيانا دلوقتي النهارده شغالين يو في سي، الناس كلها دلوقتي شغاله بديزاين اركتكتشر ام في سي، هو مطالب ان هو اصلا يبقى عارف الباك اند بتاعه ايه عشان يبقى عارف الديزاين اللي هيسلمه للراجل الباك اند لو حصل فيه مشكله ولا حاجه، والراجل ركب عليه باك اند وقال له تعالى ده فيه ديزاين ضرب. الراجل بتاع لو بتاع الفرونت ده اوير بشويه معلومات بسيطه عن الباك اند هيقدر يفيده يعني. لكن هو ما يعرفش، يقول لك طب بص رجع لي التمبلت الاصل وبعد كده ايه، طب خد دي من الاول، مش هينفع. اللي هو عنده اوير بنولج بسيطه بيساعد الراجل بتاع الباك اند يعني. طيب باشمهندس، تربيه، عندك اي خلفيه عن الكمبيوتر؟ انت كنت في علوم ورحت تربيه؟ ليه رب؟ ليه؟ ها؟ اتفصلت؟ يا شعب على فكره حلاوه المجال ده يا شباب ان انت توصل له من اي مكان. يعني انت ممكن تبقى اصلا في كليه، اي كليه، مش عايز اذكر الكليه بعينها، في اي كليه تخش في المجال، على عكس اي مجال تاني. اي مجال تاني مقفول على نفسه. النهارده ما ينفعش تروح تفتح لي صيدليه وتقول احط اسم عليها. النهارده ما ينفعش تروح تفتح لي مثلا عياده وتقول انا هكشف، انا دكتور، مش هينفع. لكن مجالنا اي كليه ممكن تشتغل النهارده ديفلوبر عادي جدا، محترف بيك في اي شركه، والشركه مش عايزه منك الشهاده اصلا، الشركه عايزه السكيلز العامه او المعلومات العامه. فاهم يا باشمهندس؟ شغال ايه؟ معلش؟ جافا؟ تمام. يعني انت اصلا شغال باك اند جافا صح؟ ماشي. تمام، جافا مش جافا سكريبت. طيب لا لا بقول الفرق للناس كلها، يعني في عندنا جافا وجافا سكريبت. الجافا سكريبت دي اتسمت على الاسم ده يعني عشان هي اصلا الجافا اصلا لما كانت طالعه كانت واخده ترند عالي جدا في التسعينات، فلما اصلا جافا كانت اعلى لغه ريت في الريت، يعني مش بتكلم اعلى لغه في القوه. فلما الجافا سكريبت بدات تخترع الناس كانت بتقول ايه الجافا سكريبت، ايه مش عارف ايه، ما كانش اسمها جافا سكريبت، اوكما سكريبت، اوكما سكريبت، ف اوكا سكريبت. فلا يقول لك ايه، احنا نشوف اعلى حاجه ونسمي عليها. راجل لك ايه جافا سكريبت، عارف اللي هو ايه، واحد عايز يفتح محل ويتشهر تقول لك التوحيد والايمان، على التوحيد والنور مثلا، مش عارف ايه، فبياخد ايه الحاجه المشهوره وايه ويبدا ايه يغير فيها. طيب باشمهندس فاكر شكلي بس بجمع. طيب حضرت ليه؟ عكس كده اتفضل. براحتك. تمام حلو جدا. تمام فورمز اوركل. تمام طيب احنا عندنا جزء بقى داتا بيز هتريحنا فيه ان شاء الله، نفهمه بسرعه مع بعض. داتا بيز نورماليزيشن والاناليسيز والسيكوال كويري ده ان شاء الله. ماشي حلو باشمهندس. جافا سكريبت ولا جافا؟ جافا سكريبت. تمام عاش. في الجيش هتيجي لنا ازاي؟ يا عم فاضي ازاي؟ انا كنت في الجيش. انت لسه خارج ولا في الجيش؟ في الجيش. ربنا معاك يا عم. يعني هتقدر تيجي لنا كل جمعة؟ هي الناس اوريكل كلها هنا ولا ايه؟ طيب كويس.
مش مشكلة إن إحنا نفتكرهم مع بعض إن شاء الله. طيب أنت جاي هنا ليه بقى؟ شغل؟ عايز تشتغل بالحاجة دي؟ تبع الجيش ولا إيه؟ ماشي حلو كويس نايس باشمهندس، فاكرك بس مش عارف أجمع. السنة اللي فاتت ماشي، السنة اللي فاتت كنت في أولى، السنة دي أكيد في تانية يعني صح؟ ماشي اتفضل. طيب كويس ماشي اتفضل يا باشمهندس. بتدرس في نظم معلومات ولا بتدرس في نظم معلومات؟ تمام باشمهندس. عايز اشتغل مش مشكلة عادي. عايز اشتغل تطوير. طيب ويب ديفلوبر ده كويس جدا على فكرة. دايما يا شباب اللي بيبقى عنده وش باك جراوند، اللي مش عنده باك جراوند بيستمتع بالكورس بتاعنا. ليه؟ حاجة قدامه أول ريزلت يشوفها بيطلعها بإيديه، فنفسه بيتفتح. حتى لما نقول في تاسك اتنين تلاتة تلاقيه بيعمل التاسك واتنين وتلاتة، فتلاقي اللي عنده النولج يقول لك ايه، بص هو التاسك اتنين تلاته انا هعمل اللي في النص، اللي في النص جاب الاول وجاب ايه التاني، فتلاقي ايه ما عندوش حته الحماس اللي هو بتاع الراجل اللي ما عندوش مكان. مش معنى كده ان الراجل اللي عنده نولج لا، ده في ناس بيبقى عندها خلفيه بتحب ان هي تزود كمان. تعمل ايه؟ هي هنا جايه الكورس عندها اسئله، تيجي تسال تستفسر عنها، الاسئله دي هي بتستفيد منها وبتفيد الناس اللي حواليها. فاهم قصدي؟ هو مش مستني شويه المعلومات اللي انا بقولها بس، لا ده هو عنده مشاكل، عنده حته مثلا عايز يعرفها. طب ايه اللي شغال؟ طب ايه اللي يفضل استخدامه؟ طب ده احسن عشان خاطر البراوزر ولا اوحش ولا كذا ولا كذا؟ فبيبدا ايه؟ يبقى عنده اسئله. بدل مثلا انا بشرح 100 معلومه في السيشن، هو الراجل ال 100 معلومه بالنسبه له عارف منهم 70، بالنسبه له هو 30 معلومه بالنسبه له جديد، بس هو في وسط كده بيستفيد بمعلومات هو يسالها، هيبدا ايه؟ حته كان عنده واقف فيها في مشاكل، فايه كويس. لكن الناس اللي ما عندهاش باك جراوند بالنسبه له بيستمتع مع الكورس يعني ان شاء الله. فاهم مهندسه؟ تمام نايس. عرفت نفسك قد ايه؟ ماشي تمام. انت اصلا بتدرس؟ خلصت؟ محمد الخصيم؟ تمام. على الفرونت عامة؟ اه تمام نايس. مهندسة؟ عاش محمد. مين؟ أمان؟ أمان اتفضل. حبيت تغيري ولا حبيتي تجربي تشتغلي؟ ماشي، يعني انت جايه لهدف شغل مش مشروع تخرج. ان شاء الله ان شاء الله، بس يكون الهدف شغل مش هدف مشروع تخرج بس. خلاص متضايق من الناس اللي هي عايزه مشروع تخرج وكذا. لو حد جه عشان مشروع تخرج اطمنه، روحوا في بيتكم كده كده هتنجح يعني، كده كده لو خدت له مية مشروع كذا عادي مفيش مشكله. هتجيب امتياز كمان يعني، عايز اقول لك امتيازات يعني ان شاء الله. مش مهندسه؟ تمام. انت حضرت معاك مره قبل كده؟ لا ليه ايه انت؟ ماشي ماشي كويس. سلمى خريجه اصلا؟ تمام انت هتستنى شويه. طيب اتمنى ان انت ما تمليش منا واحنا بنشرح في اول محاضره يعني. تمام. في حد جدي؟ طب عرفنا بنفسك كده على السريع. تمام. انت خريج اصلا الترم ده؟ الترم ده انت عندك ساعات معتمده ولا ايه؟ عندك ساعات معتمده ولا ايه؟ تمام عايز سيبه دلوقتي هنشغله ونخلي الباشمهندس يشغله لك دلوقتي مفيش مشكله. تمام طيب ماشي اتفضل ماشي.